بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده وابواب الخير، وبشكركم جدا على كل تعليقاتكم اللي بتوصلني وكتاباتكم على الفيسبوك، واشكركم جدا ان البرنامج يعمل ترند على تويتر، وده شيء في حد ذاته شيء عظيم جدا ان حلقه من الحلقات تعمل ترند على تويتر، لان ده معناها ان حضراتكم تسمعونا وحاسين بينا وحاسين بالمجهود الكبير اللي احنا بنعمله. عايز اقول لكم، من كام يوم كنت في دار الكتب المصريه ولفت انتباهي كتاب بعنوان الاخلاق. لفت انتباهي اكتر ان الكتاب ده اللي الفه الكاتب احمد امين كان بيتم تدريسه في المدارس الثانويه. تاريخ الكتاب كان عام 1934، والكتاب ضمن اصدارات وزاره المعارف العموميه. تصوروا ان الاخلاق كانت ماده بتدرس في المدارس. الحقيقه انا اندهشت وحزنت في نفس الوقت، لان الاخلاق اصبحت ماده غير موجوده في قلوب وعقول ومشاعر ناس كتير بيعيشوا بينا. الاخلاق اصبحت عمله صعبه في اماكن كتيره بنروحها ومع ناس كتيره بنشوفها. بقينا مش بنرضي الله ولا اللي حوالينا بطريقتنا في التعامل. وسالت نفسي، معقوله مع كل التطور التكنولوجي والحضاري اللي بنعيشه نفقد اغلى واهم قيمه في حياتنا، او على الاقل ما تكونش ظاهره في سلوكنا وتصرفاتنا؟ الحقيقه انا بناشد وزير التربيه والتعليم السيد محمد عبد اللطيف انه يعيد فكر التدريس ماده الاخلاق في مدارسنا، علشان نقدر نطلع اجيال سلوكياتها افضل واجمل وكمان ارقى، اجيال يكون عندها اخلاق بنفتقدها في كتير من سلوكنا وتصرفاتنا وردود افعالنا. تعالوا بقى نطلع لفاصل ونرجع نستقبل اول مكالماتنا النهارده في ابواب الخير. أفكركم بالرقم على مدار 24 ساعة 2578-5893، ومعاكم عمرو الليسي وبرنامجكم أبواب الخير على راديو مصر. نفتح سوا أبواب الخير، نفتح سوا ورجعنا لكم تاني في برنامج ابواب الخير، ومعاكم عمرو الليسي. ومعانا على التليفون السيد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعيه الاورمان. كلمني يا فندم عن استمرار دعم مستشفيات شفاء الاورمان لعلاج الاورام للكبار والاطفال في تقديم خدماتها الطبيه للمرضى في محافظات الصعيد. استاذ عمرو، السلام عليكم، ازي حضرتك؟ يعني انا بقول طبعا ان يمكن المستشفيات وفي التكلفه بتاعتها، انا كنت مع السيد وزير الصحه وبنك الاهلي في افتتاح حميات العباسيه، الحاجات الجديده لا تتخيل التكلفة، لا تتخيل ميزانية وزارة الصحة، لا تتخيل يعني ايه مستشفى او علاج او تأمين صحي او نفق الدولة، بتكلف الدولة مليارات. عشان كده يمكن احنا مهتمين جدا بشفاء الأورمان، والحمد لله عملنا مستشفى الأطفال، مستشفى الكبار، والحمد لله بنقول احنا بنستقبل كل المرضى الغير قادرين، كل العلاج مجانا 100% مهما تكلف، ما دام مستحق اهلا وسهلا، اتفضل اتعالج، اقعد في المستشفى. ولو انت عندك بتاخد مثلا جلسات كيماوي او اشعاعي، عندنا دار الضيافه، بنقول له اتفضل في دار الضيافه حضرتك والمرافق لو انت محتاج مرافق، كله مجانا. عشان كده بنحرص ان مستشفى شبه كمان يا فندم فيها عيادات ضخمه جدا للكشف، وكله مجانا. بل بالعكس، احنا بيجي لنا من كل ايام الاسبوع اكبر استشاريين في مصر يجي يعمل العمليه، او من بره من جميع دول العالم، وبنشترط عليه ان دكاترتنا الصغيرين يدخلوا معاهم غرف العمليات عشان الخبره، وبيحصل بين تناسيق بين المستشفى وكل مستشفيات العالم. استاذ عمرو، مستشفى شفا وسيادتك شاهد على هذا، الحمد لله بتقدم خدمه يعني راقيه المستوى مجانا 100%. اللي خلانا اقول ان انا كنت في حميات العباسيه مع السيد وزير الصحه والقيادات البنك الاهلي المتبرعه، ان التكلفه ضخمه جدا جدا، يعني شعب مصر الجميل لازم يعرف تكلفة العلاج ضخمة جدا في المستشفيات، ولكن بتقدم مجانا لكل مصري على الأرض ومصر طيبة. بشكر جدا اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان. أبواب الخير دايما بالحب. أنا يوم كنت نائب لشؤون البيئة والمجتمع، وفي يوم وأنا في الجامعة لقيت طالب بيقرب مني يقول لي عاوز حضرتك في موضوع مهم يا سيادة النائب. قلت له اتفضل. قال لي بعصبية، أنا زي ما حضرتك شايفني كده من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعندي مشاكل في الحركة وإيدي دايما تتهز ومش بقدر أسيطر عليها. قلت له مفيش أي مشكلة خالص، وأنت كمان من الطلاب المتفوقين اللي أنا بفخر بوجودهم هنا في الكلية وفي الجامعة. رد وقال لي
المشكلة اني بتعرض كل يوم للتنمر من ناس كتيرة سواء في الشارع او المواصلات. ناس بتحاول تخفي ضحكتها لما تشوف ايدي وهي بتتهز او تشوفني وانا ماشي بطريقة غريبة. والحقيقة ان التنمر ده بيوجع قلبي يا دكتور عمرو، ومشاعري بتنكسر وبيخليني احيانا افكر ان ما روحش الجامعة تاني. الحقيقة ان كلام الطالب ده اثر فيا جدا وخلاني اسأل نفسي، هو ليه التنمر بقى اسلوبنا في التعامل وفي الهجوم وفي التعبير عن الرأي؟ ليه خصمنا انسانيتنا وضميرنا وبقينا نأذي الاخرين اللي ربنا اصابهم بداء او مرض هم ملهمش ذنب فيه؟ التنمر ده يا سادة آفة من آفات المجتمع ولازم نقضي عليه، لان ولادنا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة محتاجين مننا الحب والرحمة والتعاطف النبيل مع حالاتهم المستعصية، مش التريقة والسخرية والكلام المؤذي اللي بيخلي حالتهم النفسية سيئة جدا. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وناخد اول مكالمة جات لنا دلوقتي. مساء الخير يا استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ انا اسمي سلوى منصور، كان نفسي ان انا اتعرف على حضرتك واسمع صوتك، ونفسي ان حضرتك تكلمني ضروري. زي ما سمعنا المكالمة اللي جات لنا من الاستاذة سلوى منصور، ياريت حد يتصل بيها. الو، السلام عليكم، اكلم الاستاذ سلوى منصور. ايوه يا فندم، مين حضرتك؟ انا عمرو الليسي من برنامج ابواب الخير. يا اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا دكتور عمرو؟ انا كان نفسي اسمع صوتك والله من زمان. انا اتشرفت بمعرفه حضرتك، التليفون بتاعي نور والله، فرصه سعيده جدا. اهلا بيك يا سلوى، ازيك؟ يا رب تكوني بخير. انا حالا كنت لسه بذيع المكالمه بتاعتك وحبيت اكلمك بنفسي واسمع منك مشكلتك ايه. احكي لي بقى انت حكايتك ايه وطلباتك ايه؟ والله كنت طالبة فيها مش مشروع بجالة، علشان خاطر أساعد بيه بيتي وعيالي وجوزي، ويعني أساعد بيه نفسي إن أنا ما مديش دي الحاجة. وأمنية حياتي والله يا دكتور عمرو في المشروع بتاع البجالة دويتي، يعني ده باب رزق هيتفتح لي، وربنا يبارك في سعادتك يا رب ويجعلك في الخير دايما. والله يا دكتور عمرو أنا الحمد لله معايا زوجي مريض ومعايا 3 أولاد، معايا منهم طفلة معاقة عندها شلل دماغي، قعدت بشلل دماغي 8 سنين وتوفاها الله، كانت مركبة شنط من الدماغ للبطن، والحمد لله على كل حال توفاها الله. ربنا معاك يا سلوى والله. ومعايا أحمد وفرحة دلوقتي، ومعايا جوزي مريض عامل استكسار ورم في الدماغ وعنده ضمور في الجهاز البصري وبيجيله تشنجات سرعية. فأنا أتمنى يعني، هو غير قادر على العمل يعني ما بينزلش، فانا اتمنى ان يكون عندي باب رزق اقدر اعيش منه انا والعيال. طب بص يا سلوى، ان شاء الله باذن الله انا بهديكي هديه من برنامج ابواب الخير، بهديلك مشروع بقاله عشان يكون فتحه خير عليك ان شاء الله كده، وتفتحي هناك في عزبه خير الله افضل السلام، وتقدري باذن الله ان شاء الله انك انت تعولي اولادك وجوزك المريض، وادعي لك يعني، ويا ريت كلنا ندعي لسلوى يا جماعه، ربنا يرفع عنها اللي هي فيه. ربنا يبارك في سعادتك يا دكتور، والف شكر ليك، وربنا يجعلك في الخير دايما يا رب، جزاك الله خير. كلنا معرضين للابتلاءات، ويعني يا ريت كلنا نقف جنب بعض، واللي يلاقي جنبه جرد تعبان ولا عنده ظروف صعبه وربنا ميسرها عليه، يعني صدقوني اجبروا الخواطر. ربنا سبحانه وتعالى لما قاله من ضمن الأسماء الحسنى الجبار، الجبار هنا يعني جابر الخواطر، فإذا كان ده اسم الله سبحانه وتعالى فإحنا لازم نعمل بيه. فأرجوكم يعني حالة سلوى دي تعلمنا إزاي كلنا نجبر بخواطرنا اللي جنبنا واللي حوالينا وحبايبنا وصحابنا وعيلتنا والناس اللي إحنا نعرفهم، نطبطب عليهم نطبطب عليهم والله، يعني الطبطبة حتى مش بفلوس. أبواب الخير دايما بالحب. معنا على تليفون دكتور اسلام امين، مؤسس مؤسسه الاكرام للتنميه والاعمال الخيريه. من الحملات التي تميزت بها مؤسسه الاكرام للتنميه والاعمال الخيريه حمله سقيا الماء لحفر الابار وتوصيل المياه للقرى الاكثر احتياجا على مستوى الجمهوريه. يا ريت تكلمني حضرتك عن حمله سقيا الماء. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور عمرو، سعيد جدا لمشاركتي في البرنامج مع حضرتك. احنا عندنا مشروع سقي الماء، مشروع كبير
متشعب لأكتر من حاجة. سقي الماء من الحاجات اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حس عليها في كتير من الأحاديث، وأشهرهم طبعا أفضل الصدقة سقي الماء. من هنا إحنا مهتمين جدا بسقي الماء، ومهتمين بكل ما يتعلق بأن المواطن يوصله كوباية مية نظيفة. المواطن ده ممكن يكون عايش في مطروح على الحدود بين مصر وليبيا، فبنبدأ هناك نعمل آبار لتغذية مية المطر. طبعا عندنا في محافظة مطروح ربنا سبحانه وتعالى بيبعث كميات كبيرة من الأمطار، احنا بنبدأ نحفر هناك آبار بتخزن مية المطر. طول الشتاء المطر بينزل بيتخزن في الآبار دي، يبدأ الأهالي يستخدموه على مدار السنة بالكامل، يستخدموه في الشرب، يستخدموه في الرعي، يستخدموه في الاستخدامات اليومية للمية، وبتبقى بالنسبة لهم حاجة يعني انفراجة لأزمة كبيرة، أزمة حصولهم على المية. بنيجي بعد كده في القرى التانية، سواء كانت قرى الصعيد أو الفيوم أو المحافظات القريبة من القاهرة اللي فيها بالفعل شبكات مية. البيوت اللي موجودة في القرى عندنا بيبدأ الأهالي مش قادرين يدفعوا الاشتراك لأن ظروفهم بسيطة، إحنا بالنسبة لنا بنروح ندفع الاشتراك بالنيابة عن صاحب البيت، ويبقى إحنا كده وصلنا له وصلة مية نظيفة لداخل البيت عنده. عندنا كمان من أنشطة سقي الماء نشاط تاني مهم جدا، وهو نشاط محطات تنقية وتحلية المياه. احنا بنعمل محطات لتنقية ومعالجة المياه بحيث توصل لهم المية مفلترة ونقية وصالحة للشرب وتحافظ على صحتهم ان شاء الله. وحتى لو كانت تكلفة انشاء المحطات كبيرة، فاحنا عاملين اسهم للمشاركة في محطات المية بتتيح لكل الناس ان هم يتبرعوا باذن الله في محطات المية. واحنا كده عندنا في سقي الماء، عندنا حفر الابار في مطروح، عندنا وصلات المية اللي بتتم في جميع انحاء الجمهورية، وكمان عندنا محطات تنقية ومعالجة المياه، وكلها انشطة متعلقة بحملة سقي الماء في مؤسسة الكرام. بشكر جدا الدكتور اسلام امين، مؤسس مؤسسة الكرام للتنمية والاعمال الخيرية. نفتح سوا ابواب الخير، نفتح سوا رجعنا لكم تاني برنامجكم ابواب الخير على اذاعه راديو مصر، معاكم عمرو الليسي ومعانا الاستاذ محمد امام مدير فرع الدقي للمعاملات الاسلاميه بنك قناه السويس. بنك قناه السويس يعتبر من اوائل البنوك اللي قدمت الصرفه الاسلاميه، ومؤخرا عين البنك لجنه فتوى شرعيه جديده. كلمني يا فندم عن المنتجات الاسلاميه في بنك قناه السويس. في الاول احب ارحب بحضرتك يا دكتور عمرو، تحياتي لحضرتك وللساده المستمعين الكرام. فعلا دكتور عمرو، بنك قناة السويس يعتبر من اوائل البنوك المصرية اللي قدمت صيرفة اسلامية في مصر، وده كان عن طريق فرع الدقي للمعاملات الاسلامية من اكتر من 41 سنة تقريبا. في اخر سنتين بدأ بنك قناة السويس في تطوير منتجات الاسلامية علشان تبقى اكتر تنافسية وتتلائم مع احتياجات كل العملاء، وتبقى منتجات عصرية وتنافسية وفي نفس الوقت تكون متوافقة مع الشريعة الاسلامية، وده الاساس في شغلنا. هنقول على سبيل المثال للحصر حسابات التوفير والحسابات الاستثمارية، ودي بتشتغل بتعمل بطريقه بصيغه المضاربه، وصكوك الودائع وصكوك الشهادات بمعدلات ربح مميزه، وابرزها صكوك الخير وصكوك شهادات ميسره، ودي بتشتغل بصيغه الوكاله بالاستثمار، ودي بتبقى مدتها 3 سنين وبحد ادنى 1000 جنيه ومعدل ربح متوقع يصل ل 27% سنويا بيصرف شهريا، وطبعا بالاضافه لمجموعه خدمات مصرفيه والمنتجات الاخرى اللي بتشمل فتح اعتمادات مستنديه بانواعها، اصدار خطابات ضمان بانواعها، تحصيل شيكات، إصدار شيكات مصرفية مقبولة الدفع، تأجير خزن حديدية بأحكامها المختلفة، وإجراء التحويلات الداخلية والخارجية، ده طبعا غير عمليات الصرف الأجنبي. وعشان كده إدارة بنك قناة السويس شافت إن من أهم مقومات نجاح منظومة المعاملات الإسلامية في البنك هو تعيين لجنة فتوى ورقابة شرعية على أعمال الفرع الإسلامي، وتكون على أعلى مستوى، وده بفضل الله حصل وقدرنا نتعاقد مع قامتين من قامات الفتوى والاقتصاد الإسلامي في مصر والوطن العربي، هما فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق ورئيس هيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ومستشار المصرفية الإسلامية وعضو مجلس المحاسبة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسة المالية الإسلامية بالبحرين. بشكر جدا الأستاذ محمد إمام مدير فرع الدقي للمعاملات الإسلامية بنك قناة السويس. أبواب الخير دايما بالحب. في حياتنا سلوكيات مرفوضة بتخالف الثوابت والقيم والمبادئ، ومع الأسف هذه السلوكيات أصبحت جزء من حياتنا اليومية رغم أنها لا تدل على شخصياتنا بكل ما فيها من تحضر، ومن السلوكيات دي ظاهرة التربح والمغالاة في الأسعار. سلوك مرفوض دينيا، مرفوض مجتمعيا، مرفوض أخلاقيا، مرفوض قانونيا،
خصوصا اننا بقينا نعاني اليومين دول من جشع التجار اللي بيستغلوا الازمات ويقرروا رفع الاسعار بصوره مبالغ فيها رغم كل الجهود اللي بتبذلها الدوله عشان تظبط السوق والاسعار. كل تاجر بيسمعني دلوقتي، خلي في قلبك شويه رحمه وحس بظروف الناس يا اخي، ما انت برضو واحد من الناس. حس بظروف الناس اللي حواليك والاسر التعبانه والاسر الشقيانه والست اللي بتجري على بيتها بعد ما جوزها ما مات، والراجل اللي بيجري على بيته وعلى اولاده، والواد اللي بيشتغل عشان يصرف على ابوه وبعد ما كبروا وطلعوا على المعاش ومش قادرين يشتغلوا. حس بظروف بلدك يا اخي، وما تفكرش تطحن المواطن بالاسعار الغريبه اللي ما فيش فيها لا منطق ولا عدل. واحنا في ابواب الخير بنتونس بيكم وجواباتكم وطلباتكم وامانيكم اللي بتتمنوا ان نحققها لكم. ودلوقتي وصلنا لفقره المفاجآت، الفقرة اللي بنقدر ان شاء الله نحقق فيها كل الامنيات. وعايز اقول لكم احنا النهاردة بنقدم في هذه الفقرة مبلغ 100,000 جنيه. 100,000 جنيه بنقدمه من النهاردة لصاحب او صاحبة الحظ السعيد اللي هيكلمونا دلوقتي في فقرة المفاجآت. تعالوا نشوف ونسمع المكالمة اللي جات لنا من مين. السلام عليكم دكتور عمرو، انا ام عبد الرحمن، نفسي حضرتك تسمع رسالتي، وانا حضرتك بسمع برنامج حضرتك في ابواب الخير، وياريت حضرتك تكلمني ضروري. زي ما سمعنا المكالمه اللي جات لنا من الست ام عبد الرحمن، ياريت نتصل بيها. الو. السلام عليكم يا ست ام عبد الرحمن. مين حضرتك؟ انا عمرو الليسي من ابواب الخير. ايه ده الدكتور عمرو الليسي؟ انا مش مصدقه نفسي حضرتك ان انت سمعت رسالتي. ازاي حضرتك، يا رب تكوني بخير. انا مبسوطه وفرحانه جدا ان انت كلمتني وسمعت رسالتك. الله يخليك، انا لسه حالا زي رسالتك، وعايز اقول لك الفقره دي اسمها المفاجآت، يعني بنحقق لك فيها كل ما تتمني. طلباتك ايه يا ست ام عبد الرحمن؟ والله يا دكتور عمرو انا حضرتك سبت لك رساله، طفلي عنده نزل بتشوهات في الوش، عنده تشوهات في الانف، ورحت لدكاتره ايامي. انا دايما بسمع حضرتك في البرنامج في الراديو، والدكاترة قالوا لي عملية ابنك هتتكلف فوق 100,000، وانا نتمنى ان انت تساعدني، ونتمنى ان عشان طفلي لما بيجي له ضب برد في الشتاء بيتعب مني وبقدرش ياخد نفسه، بروح بالمستشفيات عشان التنفس وعشان مناخيره متبهدل. طب كلميني يا ام عبد الرحمن عن ظروفك. والله ظروف يا دكتور عمرو، جوزي ارزاقي يوم واثنين لا، وقاعدين في شقة ايجار، ومعايا بنت ولا في المدارس، والحمد لله. وانا نفسي حضرتك نعمل العمليه دي لابني، او حضرتك عنده دلوقتي 3 سنين ونص، ونفسي يعمل العمليه دي قبل حضرتك ما يجي. طيب صلي على النبي يا ست ام عبد الرحمن، ان شاء الله انا بهدي لك مبلغ 100,000 جنيه مقدمه مني ومن برنامج ابواب الخير عشان تعملي عمليه تعالجي فيها التشوهات الخلقيه اللي موجوده عند ابنك، وربنا يشفيه ويرفع عنه ويطمنك عليه. مبسوطة؟ ألف شكر يا دكتور عم، ألف شكر. ربنا يا رب يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يجبر خطرك يا رب زي ما جبرت خطري بإيدي. طيب يا سيدي، إن شاء الله نطمن عليه ويتعمل له اللازم كله إن شاء الله، وهيكلموك على طول بعد الهوى إن شاء الله. نطلع لفاصل ونرجع نواصل أبواب الخير، ومعاكم عمرو الليسي. نفتح سوا يعني لكم تاني برنامجكم أبواب الخير على راديو مصر، معكم عمرو الليسي. معنا على التليفون الأستاذ علاء ضاحي، مدير عام إدارة تنمية الموارد في جمعية أيادي 40-40. ريت تكلمنا عن أصعب التحديات اللي بتواجه إدارة تنمية الموارد في جمعية أيادي 40-40. شكرا يا دكتور، إزاي حضرتك؟ أنا بشكرك دايما لحضرتك بتتيح لنا الفرصة إن إحنا نعبر عن اللي إحنا بنعمله في المجتمع المدني بالنسبة لعلاج الأورام لغير القادرين بالمجان. تكلمنا عن التحديات، من ضمن التحديات المهمة كمان احنا طالبين جاهزين ميموجرام جداد، جبنا واحد منهم فاضل جهاز ده علشان نقدر نخلي كل السيدات او اللي بيتموا سن الـ40 سواء قادرين او غير قادرين يقدروا ييجوا يحجزوا ويعملوا كشف مبكر، لان كل ما كان الاطمئنان على الحالة الصحية مبكرة بتبقى لا قدر الله لو في حاجة بيكون نسبة شفائها عالية، ودي حاجة مهمة جدا ودي مجانا تماما سواء للقادرين او لغير القادرين.
احنا افتتحنا من مدة قسم اسمه العلاج التلطيفي، ده موجود عندنا بس على مستوى الشرق الاوسط، مفيش حد بيعمله، فاحنا واجبنا تجاه المريض واهله، لكن بتبقى الالام في الايام الاخيره صعبه جدا على المريض وعلى اهله نفسيا، ان هم مش هيقدروا يعملوا له حاجه، فبالتالي احنا بنوفر لهم العلاج المجاني. الحاجه المهمه يا دكتور برضو حابب اقولها للناس عشان نسهل عليهم التبرعات سواء من جوه مصر او بره مصر، يقدروا عن طريق الاونلاين بانكينج بتحت اسم جمعية أيادي 40-40. احنا وحدنا كل الحسابات بتاعتنا في البنوك باسم جمعية أيادي 40-40، وبرضو يقدروا كمان عن طريق جميع المحافظ البنكية، على سبيل المثال انستا باي، عندنا سنتر اللي هو رقمه 16-24، تقدر الناس تتكلم وتطلبوا التبرع. احنا كمان بنتعامل مع الافراد والشركات، بيحصل ليهم زيارات مخصوص في قسم لتنمية الموارد جوه المستشفى، لان احنا بنقابل برضو جميع الفئات. وانا حقيقي بشكر حضرتك ان الناس على اكبر قدر من الناس تسمعنا وتقدر دورنا وتساعدنا ان احنا نستمر موجودين علشان نعالج الناس الغير قادرة على العلاج بالمجان. بشكر جدا الاستاذ علاء ضاحي مدير عام اداره وتنميه الموارد مستشفى عادي 40-40، ربنا يكسر من امثالكم ويبارك فيكم. ابواب الخير دايما بالحب. كلنا عارفين ان التدخين ممنوع في الاماكن العامه والمؤسسات الحكوميه والخاصه، ممنوع قانونا، ورغم كده هتلاقوا ناس كتير قوي بيخالفوا القانون ده، كتير بيأذوا صحه اللي حواليهم بالدخان، كتير مش بيراعوا ظروف الناس اللي ممكن تكون حالتهم الصحية ما تستحملش الدخان، عندهم حساسية، عندهم ربو، عندهم مشاكل في الرئة. كتير بيعتبروا التدخين حرية شخصية وبينسوا حاجة مهمة، ان حرية الانسان الشخصية بتقف عند المساس بحرية الاخرين. واذا كنت عزيز المدخن بتضر نفسك، طب ليه عايز تضر الاخرين معاك؟ اختشي على دمك شوي. عايز اقول لكم حاجة، جربتوا تعملوا خير؟ جربتوا الشعور انك تكون قادر تعطي وتساعد وترسم الفرحة على الوشوش؟ معانا النهاردة مبادرة جميلة اسمها مطبخ خير، تم تأسيسها من حوالي 5 سنين في السويس، في بلدنا، تحياتي لأهل السويس، وبتعمل وجبات مجانية لكل المحتاجين. أسسها الأستاذ حمادة المراكشي، تعالوا بقى نكلمه ونعرف منه حكاية المبادرة دي ايه. استاذ حماده مساء الفل عليك، ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ احكي لي بقى جات لك ازاي فكره المبادره دي. اهلا بحضرتك يا دكتور عمرو، سعيد بمعرفتك والله. كان والدي تعبان معايا كده في اواخر ايام، ومر بظروف صحيه قعد عليها فتره كده، فطبعا تعبنا معاه شويه في موضوع العلاج وكلام زي كده لحد لما ربنا توفاه. فجات الفكره من هنا بقى ان الواحد يقدر يعني اي حد محتاج حاجه الواحد يقدر يقدمها له، يعني اللي شاف تعب معين او شاف حاجه معينه فما يحبش غيره يشوفها. بس ابتدت معانا الفكره كده في فتره كورونا، ان انا نزلت على النت كتبت يا جماعه ان لو حد محتاج يروح مستشفى ولا حاجه، عشان كان في وقت حظر، انا على استعداد ان انا اروح اوصله بتاع الوجه الله وكده. فبفضل الله يعني حد كلمني ووديته وكلام زي كده، ولقيت حواليا بقى من الناس السويسه الجدعان هنا اصحابي، 17 عربيه او 18 عربيه معايا شغاله تحت ايدي. يعني طور بقى الموضوع معانا بعد كده، بعد ما فتره كورونا والدنيا اتفتحت شويه، ان احنا دخلنا في موضوع الاطعام. ابتدينا في عند واحد صاحبنا في الجناين في بيتهم، بعد كده عملناه في حوش بيت عند واحد زميلنا تاني تاخد الدرس، بعد كده بقى لقينا ان احنا جبنا معدات وكلام زي كده، ربنا كرم واحد زميلنا جاب لنا مطبخ كده قام متكفل بإيجاره. يعني ابتدى بقى الموضوع من هنا، موضوع التوسع بقى. بفضل الله لحد اللحظه دي احنا شغالين فيها، دي السنه الخامسه، كل جمعه لنا وجبه بمعاد يعني من 150 ل 300 وجبه مثلا، ده من الماكسيموم حاجه زي كده. طول شهر رمضان شغالين بمعاد 400 وجبه يوميا. الحاجات اللي هي فيها مواسم مثلا مولد نبوي وكلام زي كده برضو بنعملها، بس اساسا عندنا كل يوم جمعه ان شاء الله يعني لينا وجبه بنطلع. قولي حماده، ايه اصعب المواقف اللي مريت بيها واثرت فيك؟ كنا في فتره كورونا، كان في ولي امر حد او والد حد اتصل كلمني قال لي انا ابني اخر شهر الدرس ده ليه، فلوس الدروس اللي كان بياخدها هبعتها لك عشان تجيب بيها اسطوانه وتساعد بيها الناس.
بالإضافة إن في ناس كانت معدومة الفلوس، بس في الفترة دي ظهر معادن المصريين، يعني ناس ظروفها تحت الصفر ممكن كانت بتبعت تجيب علبة مسكات ب 100 جنيه مثلا علشان خاطر تساند غيرها. معاك كم متطوع يا حمادة؟ والله أنا كان معايا متطوعين كتير، بس ابتديت إن أنا أعمل فلترة وخليت معايا 17 فرد في المجموعة من أفضل وأخير الناس اللي أنا عرفتهم يا دكتور. يعني طب إيه المناطق بقى اللي بتستفيد من مطبخ الخير؟ والله ما عنديش حاجة بعينها، يعني عندي السويس كلها، بس ما أحبش أحدد منطقة بعينها، حفاظا طبعا على خصوصية أهالينا والناس اللي إحنا ما بفضل الله السويس كلها. طب قول لي يا حمادة بقى، عايز تقول للناس إيه النهاردة؟ والله الرسالة اللي أحب أقولها إن هو يعمل الخير ويقع بطرح ما يقع، لو وقع في أهله فهو أهله، ما وقعش في أهله فأنت أهله، لأن ما تحسبش يعني الحسبة يا دكتور مش حسبة ده يستاهل أو ده ما يستاهلش، أقصد ربنا، وهتلاقي إن الموضوع مختلف وليه طعم وليه كده متعة كده محدش يحس بيها غير لما يعمله وهو قاصد ربنا فعلا، مش قاصد شو ولا قاصد ربح ولا قاصد ان حد يعرفه ولا ان حد لا، زي ما حضرتك يا دكتور يعني انا سعيد بمعرفتك، انا لقيتك فجأة بتكلم وانت ولا تعرفني ولا انا اعرفك، وانا كمان بضم صوتي لصوت حمادة واقول لكم يلا كل واحد يعمل في شارعه وفي بيته وفي حارته وفي مكانه مطبخ خير، تطبخوا للغير ربنا يرزقكم ويكفيكم ويرفع عنكم شر المستخبي، اللهم امين. نطلع لفاصل ونرجع نواصل ابواب الخير، ومعكم عمرو الليثي. نفتح سوا ابواب الخير، نفتح سوا ابواب الخير. ورجعنا لكم تاني في برنامج ابواب الخير، ومعكم عمرو الليثي، ومعانا على التليفون السيد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الاورمان. بقسط الشهري 550 جنيه الاورمان اطلقت مبادره اكفل واستر وجوز بنت يتيمه لدعم زواج الفتيات اليتيمات. كلمني يا فندم عن التفاصيل. استاذ عمرو السلام عليكم، ازي حضرتك؟ طبعا الاورمان ما بتنساش شيء لحياه الانسان، يعني اقصى حاجه للارمله ان لما بنتها تكبر يجي لها العريس وتقول انا اجوزها ازاي، اقصى حاجه للعروسه تقول طب انا هتجوز ازاي. لا ان شاء الله ان شاء الله المصري في كل مكان معاكي، وانا مسهلها جدا لكل متبرع. يعني ايه بمنتهى الامانه؟ يعني انا بقول للمتبرع اتفضل ادفع بالقسط، اتفضل ادفع اللي تقدر عليه، اتفضل ساهم سهم جميل عشان تستر بنت يتيمه. يعني الاورمان بتعمل شيك لليتيمه ب 20,000 جنيه بتاخدها باسمها في ايديها، اشتري اللي انت عاوزاه، او لو عندنا اجهزه بديها اجهزه. يعني الاورمان كان لسه مشتركه مع تحيا مصر، مع التحالف الوطني للعمل التنموي الاهلي، مع جمعيات في دواج 500 عروسة، وكان ليها ضجة جامدة جدا، ودخلت برضو مع حضرتك على الموضوع. في أجهزة بقول لها خد الأجهزة، مفيش بقول لها خد الشيك ب 20,000 جنيه، مفيش عاوزة مثلا أساسات. كل ده من المتبرعين، المتبرعين ذو القلوب الرحيمة، المتبرعين المصريين الجمال، مصر شعب مصر الجميل الطيب. ولكن كل واحد بلد يدفع 550، يدفع 350، يدفع 1000، يدفع المبلغ، نقول له اتفضل، إيدينا في إيدين بعض، قلوبنا مع قلب بعض. كل المصري في المصري بيحب المصري في اي مكان، الحمد لله. ويا استاذ عمرو الموضوع ده لاقى استحسان كثير جدا جدا من المتبرعين، يعني حتى من 500 جنيه يتبرع الحمد لله، يعني ستر زوجه وستر يتيمه وستر بيت شيء جميل جدا. الجزاء من عند الله والثواب من عند الله لكل مصري طيب على ارض مصر الطيبه. بشكر جدا اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الرمان. ابواب الخير دايما بالحب. حلقتنا خلصت. قبل ما اسيبكم عاوز اقول لكم حاجه مهمه جدا، اوعى تصدق ان في حد مش ناقصه حاجه، اوعى تصدق ان في ناس عندها كل حاجه، اوعى تصدق ان في ناس مش محتاجه، وتاكد ان الدنيا زي ما بتدي لازم تاخد. دي المعادله اللي فيها عدل وجواها حكمه. تاكد ان الحياه لازم تاخد ضريبتها من الجميع، ولا سعيد الا من اسعده الله، فالله هو الذي اضحك وابكى، هو الذي أسعد وأشقى، وهو الذي أغنى وأقنى. والسعادة تتلخص في عبارة واحدة بسيطة جدا بتقول ارضى بما كتبه الله لك، فاللهم اجعلنا من الراضين والمؤمنين بقضائك يا أرحم الراحمين. قولوا أمين، وأشوفكم على خير في صحة وستر وسعادة في برنامجكم أبواب الخير على إذاعة راديو مصر، وكان معكم عمرو الليثي. سلام عليكم.
نبكي.